لا يذبح الكبش حتى يروى من ظمئين، ويذبح ابن رسول الله عطشانا يدخل عليه أحد أصحابه يا ابن الحسين أما أنا لحزنك أن ينقضي بكاؤك أن يقل، القتل لكم عاد كرامتكم من الله الشهادة. قال نعم أعلم، القتل لنا عاد كرامتنا من الله الشهادة، لكن هل سمعت أذنك يوما من الأيام أن سبي النساء لنا عاد؟ هل سمعت غير يوم كربلاء سبيت لنا امرأة؟ هل سمعت هناك يوم من الأيام امرأة ادخلوها على مجالس الرجال غير يوم كربلاء؟ أنا ما نكست راسي لجل ذبح الصناديق، ما قصروا في الغاضرية زلزلوا البيت، أنا نكس الراس دخول زينب هذا، ولم ينس ما جرى على عيال الحسين والحسين وأطفال الحسين حتى في وقت احتضاره، كأني به لسان حال ينادي بني اسحب الرداء من تحت جسدي. ليش يا ابن الحسين؟ كأني به يقول أريد أن أواسي أبي الحسين، بقي على واهجة الرمضاء على التراب الحار. سيدي إلك حق تتأسى بأبيك الحسين، لكن يا ابن الحسين انت بعد عندك شمر يصعد على صدرك، وانت عندك سهام مولاي وعندك خيول عشرة تصعد على صدرك وظهرك. أجركم الله يا شيعة الإمام، لا زال لسانه لهجا بذكر الله، وعند احتضار الموت عرق جبينه. يا الله ريت صرخة منك. وسكن أنينه ومد رجليه وأسبل يديه، دار عينيه في أهل بيته مناديا ولمثل هذا فليعمل العاملون. وجه وجهه نحو القبلة، غمض عينيه، أطبق فا وفاضت روحه المقدسة. أين المنادون وإماما ومسموما وغريبا؟ قاموا في تجهيزه، ويا لها من ساعة لما حملت جنازة الإمام، هذا يلطم على صدره وذاك يلطم على وجهه وذاك ينادي وإماما وعليا. يا أويلي أويلي، نشر سواد على الجنازة وشيعوها، رحم الله الأستاذ السهلاوي، وطلعوا بنعشة والمدارس غلقوا وقدام الجنازة البيارق نكسوها، وبدر العلم فوق العاش نور يتلال، كل ما مشوبة وشافت ذيك الأرامل صاحت يا ابن خير العمل لا وين شايل،
والناس تصارخ على سطوح المنازل وبدر العلم فوق العش نور يتلا شالوا بنعشى للبقيع شبول واسباع ودارت النسوة بحفرة مكسرت الأضلاع. رحم الله الأستاذ العدناني. سمعوا ونين أم البتول أباطن القاع صيح شعب قلبي يا خالق الله بزفيرة وإماما كشف لحد عني أباطل على ابني اليوم كبدة تراه قطعوها بحر السموم واني يشيع في عزاه والد المظلوم أبكي على اللي جثته ظلت عفيرة حفرة ضريحة وقاملة ابني واري نزل بقبره وصاحبي تام وجواري ولما انقضوا كلهم منو ودعوا نواعي قام ابنه الباقر يلحد على شفيرة. هذا الإمام غسل وكفن وحمل في ناعش وفي سرير إلا مولاك الحسين وشيخ العشيرة بارية جثة بلا راس حطوا على صدر الطفل مخمود الأنفاء ويم الشريعة لحد جنازة العبا الأكبر علي وخوته بكتور شيخ العشيره